نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر. وشدد المركز على امتلاك قطاع الطب الوقائي منظومة رصد متكاملة وبائية ومعملية لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي، والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروس المسبب لأمراض الجهاز التنفسي مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط غير معتاد.